ما ترفع صوتك علي ولا غندور زعلني بضربك هلا. شكور انت تضربني هلا بضربك بكسرك. ولك انا وحش انت تخليها استبع معي فاهم هلا بضربك بعيد بتعرف وين فاهم. خلاص 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 هلا بتقلبوها حرب دفحتوا بعض. بكفي 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 خوفت فروتي. انا اللي بدي اعملها حرب وخلي الدم للركب. هلا بولع الدنيا كلها حريقه هون 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 هون. ولك انا وحش انا شرس انت لسه ما بتعرفني. اي حرام عليك كسرت له كتفه. انت هايبريد انت مشلف انت شرس. وطي صوتك وطي صوتك حرام عليك اللي بتعمله. بكفينا هربتوها حرب ودم. بكفينا دم بالوطن العربي. ذبحتوا بعض خلاص 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 احقنوا الدم كسرتوا بعض. وك شو بتسوي انت وياه؟ شو بتسوي انت وياه؟ شو بتسوي انت وياه؟ يلا خلص فوت على هذا اللي ضربنا امبارح هون بيته. بدي افرم وفرم امبارح فروتي واحنا هاربين دعسوا قلب مصارينه طارت. بدي نصير اقوي. اسمع انا ايدي مرخيه وصل الارض اعملي لنا اشي اشد جسمي انا مرخيه يا عالم. اسمعوا احنا لازم نتدرب لازم لازم نتدرب. انا عندي تمرين كتير منيح. صح صح شد علينا قد ما تقدر ترحمناش زي ما قالك ترحمناش. شوفوا انا عندي بسكوتات كل واحد فينا لازم يكسر بسكوته. امسك لو قعدنا شهر لازم نكسر بسكوته. في ناس قعدوا سنه ما كسروهاش البسكوته. بس هذا التمرين كتير صعب. شو هذا بده صاعقه تمرين صاعقه. اعمل لنا اشي خفيف يعني زي زحف على النار شوي شوي زي زلمتنا شوي شوي. فيش فيها شوي شوي لازم كل واحد فينا يكسر بسكوته. يلا صعب مش قادر يا رب ساعدني. مأواك واو كيف كسرتها؟ شوف يا غشاش كسرتها لانه مش محشية حلقوم وبسكوتاتنا محشية حلقوم. هلا بدي اخلي دم للرقب. بدي اربيك انا شرس ولا يا مشلف يا مشلف شليف. انت مشلف انت ها انت مشلف انت 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 شو طلع من البردابلة يا بابا؟ يا بابا بدي اقول لك شغله. يا بدارنا مليانه اشباح. اسكت يا زلمه شو هالخراريف الفاضي يعني اشباح يا زلمه زي ما بقول لك يا زلمه هذيك كلها اساطير وكلام عجايز يا بابا. يا زلمه هو على كيفك. هم اللي قالوا لي. منو اللي قال لك؟ يا بابا الخدامه. مين اخوي؟ الخدامه. طب لم اغراضك واطلع من برا الدار. كومي كومي ابننا بيقول الدار مليان اشباح ومين اللي كاليل له؟ الخدامه. احنا مش عندنا خدامه. احنا ما عندنا اولاد. قلنا شهرين متجوزين ولسه ما خلفنا. مين ها؟ انا اصلا مش متجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجة يا فندم؟ ليه كده مصربع زي القردة؟ انت بتحكي مصري ولا اردني؟ اسمع يا مصطفى اطلع على البيت فوق جيب لي مفتاح الاوتوموبيل. عايز اطلع برا الحارة كليها. مع مين تحكي يا جار؟ يا زلمة مع مصطفى الحارس. انو مصطفى؟ مصطفى لا 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 يا اخويا مش قادر اشوفه وبموت مش عارف والله بدي اشوفه تاني بدي اروح اطلع برا. والله صعب ضربة قوية. والله ضربة قوية. اسمع انا مش قادر اشوفه وبموت. اسمع ادخل قول له مسافر قول له مسكوه على كومبيالي انسجن مسكوه حشش في طريق المطار اي شيء. انا يا اخوي ما بصير ما بصير لازم نودعه هيك الواجب يا اخوي. الله يرضى عليك. قوم يا اخوي قوم. يلا قوم لا تعلي على الجثه قوم. قوم.
يابا يا حبيبي شو نعمل؟ هذا قدر يا حبيبي. تعالوا نتباوس يابا. يابا سوقت بوس يابا. مشان الله يابا ابنيك تأجل موتك شوي مشان الله. وين أجلها؟ هي لعبة كرة قدم يابا. بين السد والوحدة القطري ولا بدناش نجيب سيرة أندية أردنية بلاش يزعلوا منا. هذا قدر ربنا يابا. والله يابا أصعب فترة بتمر علينا. يابا أنا إذا بدي أموت بدي أموت من ريحة عركباتك يابا. امسح بجان الله امسح بيشي يابا بشرايط. تعرف يابا موتك قديش بدي كلفنا يابا؟ يعني قبر 300 ليرة. شايف؟ وإذا جبنا رخامة كتبنا عليها اسمك كمان بدنا 400 ليرة. كمان يابا نومتك بالثلاجة بدها 70 ليرة، كمان غسيلك وحمامك بدها 150 ليرة يابا. ويابا لسه أنا بدي أجيب خيمة للعزا مع حمام خارج تفحش بدها كمان 500 ليرة. يعني موتك بده يكلفنا 5000 ليرة يا معلم. يعني مش زعلانين أنتوا على موتي، زعلانين قديش بتدفعوا صح؟ آه؟ يا حبيبي يابا مش دائما بضربك كاف؟ هاي اثنين اطلع انت يا رونش كيخ يا همل. ايش الدعوة الثلاجة بسبعين دينار؟ ليش انا بدي نامي بشرم الشيخ؟ والله شرم الشيخ ارخص وall inclusive وفي اشي طري. يعني شرم سبعين ليرة الثلاجة. احلى شرم الشيخ. تعيلي كاميرا ضلي تضحكي. والله ابو وهدان المره اللي فاتت كنت مروح من الشغل تعبان تعبان دور على مفتاح البيت لاني ناسيه بالشغل. اوه شو بدي اعمل؟ اروح اجيب المفتاح من الشغل؟ كنت مكسل والله واعصر لك حالي وانزل من تحت الباب. نفس اللي صار معي الاسبوع الماضي. دور على المفتاح دور على المفتاح فيش مفتاح. ظليت اعصر بحالي اعصر بحالي دخلت من دخلت المفتاح. اسكت اسكت انت وياه. اللي صار معك هو ولا شيء بالنسبة للي صار معي. مبارح روحت على الدار اخلع الا المفتاح ضايع. شو تسوي يا ابو هدان شو تسوي؟ طلعت على السطح دخل جوا خزان المي واعصر لك حالي اعصر اعصر جوا مواسير المي. اعصر يا ابو هدان اعصر اعصر لو وصلت الحنفية اخلع الا الحنفية مسكرة. طب شو صار معك؟ ضليت انقط للصبح. والله من خرطتك يا ابو هدان وقعت العريشه.